حالي يوم عم تعالي إلياس مسجون في سجن الحراس عنده عام وشهرين بجنبه حكم حكمه ما شافوه غادي بالإضافة ل14 يوم رحت نطلع عليه ما عرفت باش أكثر عليه لي موش إلى هالي إسرائيل وأكيمة خلي كما الناس اللي حركها وقعت كما الناس اللي حركها بسوء على هالي يقولوا كما هذي لفقوا له التوم وحلوا عام وشهرين بدون محاكم على مسكين أنا في عمر 70 عام كل يوم أبطط على عمري إذا ما ليش طاير ما عديش حتى المواصلة اللي نطلع بيونها بهذه الكلمات المؤثرة بكت والدة معتقل الرأي إلياس عبد العالي ابنها الذي يقبع بسجن الحراش لأزيد من سنة. ذنبه الوحيد أنه خرج في مسيرات الحراك الشعبي رفقة الملايين من الجزائريين. إلياس عبد العالي ماستر لغة إنجليزية نجح في مسابقة التوظيف وكان يستعد لمزاولة عمله. هو أيضا مصور فوتوغرافي محب للفن والطبيعة. عبد العالي إلياس 29 سنة مصور فوتوغرافي ورحالة. خيرت هذه الفوتو منين جات؟ كنا في فواياج رايحين تمرست درنا بوز ريحنا شفت هذا البيزاج حبيت نصوره ونلحق ميساج باللي عدنا مناطق سياحية في الجزائر ونشجع السياحة في الجزائر. حبيت نخلي بلادنا تبان الصحراء تبان ونروحوا كما نقولوا السياحة الداخلية ونستقطبوا سياح. إلياس اعتقل في جونفي 2022 ومنذ ذلك التاريخ لم يصدر حكم نهائي في حقه. عبد العالي أضرب عن الطعام مرتين، الأولى السنة الماضية والثانية ما يزال يخوضها إلى يومنا هذا رفقة معتقلي رأي آخرين احتجاجا على حبسهما التعسفي وعدم جدولة قضيتهما. أخذ وليدي عبد العالي إلياس عام كامل بدون محاكمة. وليدي بريء ما دار حتى حاجة. وليدي بريء ما دار حتى حاجة. وليدي بريء ما دار حتى حاجة. وليدي بريء.